كنز؟ انظر، ما هذا؟ لقد عثرنا على كنز. لنخرج الصندوق من الماء. بقيتي. دعني أمسك. خذ ذلك. هيا، لما لا تصطاد مثلي؟ حاول ثانية. عليك أن تمسكها بمخلبك. هيا اذهب إلى ضفة النهر وراقب تلك السمكة التي اصطادتها قبل قليل. إنها تتحرك. أجهز عليها بضربة من يدك لتكن الضربة أشد قسوة. مسكينة، أنني أشفق عليها. لن تستمر حياتنا إلا إذا اصطدنا. أكاد أختنق. لقد كنت قاسيا معك، ولكنني لا أعرف ماذا سأكل. خذ هذه أيضا. جيد، تعال إلى هنا. حسنا. تصرف بحذر. عندما تحين اللحظة المناسبة اقذف السمكة إلى أعلى. يا لسوء الحظ. لا عليك، بسيطة. تابع. حاضر. دعني وشأني. هيا ابتعد بسرعة أيها الجشع. هل تصطاد لتأكل أم لتتسلى؟ اسمعني جيدا. تكلمي، ماذا تريدين؟ سأروي لك حكاية مفيدة. سيمبا تعال. عندما تتعرض حياتك لخطر مؤكد، لابد من حل يبعد عنك الخطر دون مراعاة لأي قاعدة. ألا تعتقد ذلك؟ ولكن ما حكايتك؟ انظرني، فلا وقت لدي. دعني وشأني الآن. سأذهب لأحذر صديقاتي، وهذا من واجبي. بلغ ذلك الدب تحياتي. سيمبا تعال وساعدني. ما بك؟ لا شيء. أسرع يا إكس إل، إنه يبتعد. يا لحسن الحظ، انظر. أي حظ تاني. لن نستطيع الحصول على الكنز إلا إذا طلبنا المساعدة. انظر، إن الأسماك تبتعد عنا. لما تبتعد؟ لقد شعرت الأسماك بالخطر. إنها غريزة البقاء. انظر، إنها تأكل. فهمت، الأسماك مثلنا، لا تعيش إلا إذا أكلت. أكيد. قدمي، أنا مريض جدا. ماذا أصابك؟ ساعدوني، قدمي تنزف. ما بكم؟ هيا ابعدوا هذه الأسماك الشرسة عني، سأفقد قدمي. أعرف صراخي يا سيد بانو، إنه مجرد صراخ.
ستحضر أوليش بعد قليل، سيخبرها لونجين بالأمر. ترى ما الذي دفع هذا السرطان إلى عضك؟ لا أدري. إن البشر يحضرون وجبات شهية من السرطانات. أنا جائع. انظر، ما رأيك بتلك الوجبة؟ تعرف أحب طعم السمك. حقا؟ وأنا أيضا أحب طعم السمك. صرنا اثنين، الحقني. شهية وطازجة. لا أستطيع احتمال الألم أكثر. سنحملها بعيدا عن هنا. هيا 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 يا فن، اسحب 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 يا فن، اسحب جيدا. انت الأمر لي يا فن، لحظة. ثقيلة. ارفع يا فن، ارفع ارفع، ساعدني ساعدني يا فن، ارفع ارفع ارفع. قطعة انفاسي. لا تيأس، ادفع. هيا يا فن، ادفع ادفع بكل قوتك، ساعدني. ما بك يا فن؟ هيا ساعدني. انظر الطريقة جيدا، انا لا ارى شيئا. متى سيبتعد هذا السرطان عن قدمي؟ لا عليك، تماسك. بضع قطرات من هذا الدواء كافية لحل المشكلة. قطرة، اثنتان، ثلاث. رأيت؟ رأي يا أوليش. هيا اذهب يا سرطان، فأمك بانتظارك. رائحة هذا الدواء لا تروق للسرطان أبدا. لهذا فر هاربا؟ طبعا، لكل منا نقاط ضعف ونقاط قوة. ما نقاط قوتك يا سيمبا؟ قوتي في مخالب التي أجهزت بها اليوم على تلك السمكة المسكينة. أين اختفت السمكة؟ من سرقها؟ من يجرؤ؟ ليس لها أي أثر. ابحث عنها جيدا. من الفاعل؟ لم أسمع. كل كل. أصبحت بطك كبالنا. لا تقترب. هذا مدهش. هل الفئران شرية إلى هذا الحد؟ إنني أشم رائحة سمك هنا. فعلا، دعنا نتبع الرائحة. أرجو أن يعثر سيمبا على الفاعل بأسرع وقت. لو كان هناك حوت. انظر انظر هناك. كنا جائعين، سرقنا بعد أن جعنا. هذا ليس عذرا، السرقة سرقة، ليس هناك أي عذر يبيح لك سرقة طعام الآخرين، هل تفهم؟ معك حق. هيا توجها إلى السيد بالو واعتذرا منه أمام الجميع. لا لا لا. ما هذه الورطة؟ كله بسببك يا سمين. تصرفاتهم مرعبة. أنا شائعة، لنأكل قليلا. انظروا إلى ذلك الصندوق. صندوق؟ فعلا؟ ترى ماذا بداخله؟ لا أدري. غريب. لقد عثرت على هذا الصندوق بينما كنت أسبح في مياه النهر. دعني أتفحص. وزنه ثقيل جدا. يحمل هذا الصندوق مواد سامة. انظروا، هذا التحذير يؤكد صحة كلامي. لكن هناك سؤال، من ألقى بهذا الصندوق في النهر؟
سيد بالو، عرفنا من الفاعل. كيف تمكن فيل وإكس إل من حمل الصندوق؟ هيا أخبراني، لماذا سرقتما السمكة؟ لماذا لم تطلبا إذنا مني قبل أن تقدما على مثل ذلك التصرف السخيف؟ الآن فهمت، لقد تناولا سمكة أضخم منهما حجما. أرجو ألا تكون تلك السمكة ملوثة. ماذا تقصدين؟ لا شيء، ربما اختلطت مياه النهر ببعض محتويات الصندوق. يا سلام، كنزنا. لا أصدق. بل صدق، لقد عثرنا عليه. سنصبح أغنياء. هيا ابتعدا عن الصندوق حالا، في داخل هذا الصندوق مبيد قاتل. ألم تلاحظا إشارة الخطر؟ إنها تدل على خطورة المادة السامة. لنخبر سيد أودنا إذن. هذا ضروري، سيشكل هذا الصندوق خطراً على حياتنا. سأذهب كي أخبر السيد أودنا حالاً. أشعر بمغص في معدتي. سبق وشاهدت مثل هذا الصندوق في النهر يا أصدقاء. لم أكن أعرف خطورة الأمر، ولكن صورة الجمجمة كانت توحي لي بالخطر، إذا كنت أبتعد مباشرة. لمجرد النظر إلى هذا التحذير كنت أحس بخطورة الموقف. يا له لما أسمع، لماذا يصنع البشر مثل هذه المواد التي تفني البيئة من حولنا؟ ما الأمر؟ نريد أن نعرف مدى خطورة هذا الصندوق يا أودنا. حسناً. مبيد حشري. هذا سم. نعم، سم القاتل. إن رمي المخلفات السامة في الأنهر وفي التجمعات المائية كارثة بيئية مرعبة، وعندما يقوم بعض البشر بمثل هذا التصرف دون أي إحساس بالمسؤولية، تنتشر المادة السامة في طول المكان وعرضه، وعندها يتسرب الموت إلى الكائنات الحية التي تتحمل نتائج هذا العمل الفظيع. ولم يقف خطر الدمار عند حد معين، بل يتعدى ذلك إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير، لأن الدمار سيلحق بالبيئة كلها فيما بعد. إذا تسربت محتويات هذا الصندوق ستحل بنا كارثة مرعبة. نعم، يعني أن السمكة مسمومة. ماذا سيحل بنا بعد أن أكلنا السمكة؟ هذا يتوقف على درجة تسمم السمكة. دعني أتأكد. افتح عينك جيدا يا إكس إل. وأنت؟ طمئني، ماذا ترى؟ كما توقعت تماما. إنكما تحتاجان إلى العلاج. هل سنموت؟ الأمر يستدعي وضعكما تحت المراقبة، ربما كانت تلك السمكة مسمومة فعلا. ماذا أصابهما؟ أغمي عليهما من شدة الخوف. هذا مؤلم جدا. إنهما بخير. أرجو أن يشكل هذا الدرس رادعاً يمنعكما من السرقة مرة ثانية. فين فين؟ اسمع يا فين، لن أكررها، أرجوك اصمت. أنظرنا يا سيدي، أنظرنا، لقد حرضني إكس إل يا سيدي شرهتك لتناول الطعام دفعت بنا إلى ما نحن فيه الآن. لنفترق عن بعضنا يا أخي. فين يا مهجتي؟ لن أنقاد لأرائك بعد اليوم. سامحني هذه المرة. لا أبداً، لن أسامحك. ماذا تعرف عن المبيدات أيضاً يا سيدي؟ يصنع البشر مثل هذه المبيدات لحماية محاصيلهم من الحشرات، ولكنهم لا يشعرون بما يحدث للبيئة بعد أن يستخدموا المبيد. إنهم يعتقدون أن الأمر ينتهي عند القضاء على بعض الحشرات، ولكنهم لا يدركون فداحة الخطأ الناجم عن تصرفاتهم.
هل تعرض اكس ال والثن للتسمم؟ لا، لا اظن ذلك. انهما يعانيان من عسر في الهضم فقط. اخشى ان نعثر على صناديق اخرى ايضا. معك حق، فهذا ليس مستبعدا، لذا علينا ان نبني سدا في تلك المنطقه. نبني سدا؟ نعم، انظر، سنصنع شبكه متينه جدا ثم نمدها عبر النهر هكذا. سيحجز هذا السد الصناديق خلفه. والان هيا اجمعوا كميه كبيره من العيدان والاعشاب يا اصدقائي لنحافظ على غابتنا. معدتي تؤلمني، الالم يزداد حده. انا ايضا اتالم يا اكسل. كان علينا الا ناكل تلك السمكه. دفعني الجوع الى الاكل. لولا جوعك لما تسببت. مستحيل، ساحذر جماعتي. واحد اثنين السمكة مسمومة. سمعت الفأر يقول أنها مسمومة. إياكم أن تأكلوا منها، إنها ملوثة. أحسنتم، هيا تابعوا العمل يا أصدقاء. أحسنتم، شكرا. أنقذوني، أنقذوني. أنت بخير. شكرا. اتبعوني. ماذا نفعل بالصندوق؟ اسمعوا، لا نملك إلا حلاً واحداً، سندفن الصندوق تحت التراب. حل مناسب. لست مقتنعاً بمثل هذا الحل، ولكنني مضطر. لن يفلح هذا في القضاء على خطر التلوث. ردمنا فوقه طبقة سميكة من التراب، ألا يكفي؟ لا يكفي أبداً، إنها مجرد محاولة. إنه يحلم حلماً مزعجاً. أيقظوه. إنهما متعبان. هيا استيقظا. إنهما بخير. ألم نمت؟ اطمئنا فأنتما بخير. كان درسا قاسيا. اتبعوني. أرجو ألا يعود إلى السرقة ثانية. أخشى أن تبقى بطني منفوخة. أنا أرغب في أن تبقى هكذا لأبدو سمينا. افرح. من بطنه كبيرة يغضب. ستموت. انظروا، الأسماك تنتقل إلى الجهة الأخرى. ماذا؟ لا تدرك الخطر المحدق بها. لماذا يفعل البشر ذلك؟ ألا يعرفون حجم الخسائر؟ هذه كارثة، لما لا يحافظ البشر على سلامة بيئتهم وبيئتنا أيضاً؟ هذا مستحيل، لن يشعر البشر بخطر ما يحدث إلا بعد زمن طويل. لذا فهم لن يروا النتائج مباشرة، لأن تخريب البيئة يتم ببطء.
سيتوقف الخطر عندما يحسون بفداحة الخطأ. إذن علينا إبعاد الخطر عن غابتنا بأي شكل وبأي ثمن. يجب أن تبقى غابتنا جميلة. أوه، ماذا أقول؟ هذه مسؤولية كبيرة يا بني. الأمر يحتاج إلى مزيد من الوعي والتعاون. لا شك في أنكم تقدرون حرص سيمبا وأصدقائه على الغابة. شهدنا الخطر الناجم عن تلوث البيئة، لذا علينا أن نتعاون مع الآخرين للمحافظة على بيئتنا وسلامتها، لأن هذا يعني سلامتنا.